السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في متابعتنا الخاصة من الرافدين بشأن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق. تستمر التظاهرات بحضور كبير ومشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع في وقت تصعد فيه الأجهزة الحكومية والميليشيات هجماتها على المتظاهرين. ونرحب بدءاً مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من بغداد الدكتور حامد الصراف الأكاديمي العراقي. مرحبا بك دكتور حامد معنا، وأيضا حياك الله دكتور حامد. سيكون معنا أيضا هاتفيا من بغداد الناشط المدني سيد علي عزيز. نبدأ مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة من الرافدين بشأن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق. نجدد التحية بدكتور حامد الصراف الأكاديمي العراقي. مرحبا بك دكتور حامد معنا. أهلا وسهلا بكم حياك الله. جميعا تحياتي. حياك الله. إذن دكتور حامد، حتى الآن أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرحى، هذه حصيلة في أقل من 24 ساعة من هجمات الحكومة طبعا على المتظاهرين قرب جسر الأحرار. يعني على ما تراهن الحكومة في هذا الرد الدموي والقمعي والبطشي؟ أولا شكرا جزيلا، والرحمة والغفران والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والمصابين، والصبر والسلوان لأهاليهم، والقوة والعزة والأمان والسلام لمتظاهرين والمتفضين والثائرين في سوح المعارك اللي يخوضوها بطريقة سلمية. لكنه هذه ضريبة الحرية وضريبة المواطنة الحقيقية اللي يحاولون أنه ينتزعوها من جديد ويستردون الوطن المسلوب. الحقيقة يعني سؤالك على ما تراهن السلطة الآن، لا تراهن إلا على تخبطها، إلا على ضياعها، إلا على خوفها ورعبها اللي تعيشه خصوصا بالأيام الأخيرة من المصير الأسود اللي ينتظرها. وهي في كلتا الحالتين، يعني إن قررت وإن لم تقرر شيء فهي أمام خيارات أحلاها مر، لكنه بالحقيقة هي منزوعة الإرادة، هي مجبرة على الاستمرار، لأنه الإرادة الوطنية من 2003 لحد اليوم حقيقة هي مسلوبة، لم تكن بيد الشعب العراقي ولا شبابه ولا كوادره ولا إطارات العلمية. الجارة إيران هي اللي تتحكم، مع الأسف نظام البلالي في إيران هو اللي يتحكم بمصيرهم. نعم. الخيارين اللي أمامهم أو الخياران اللي أمامهم الآن مثل ما قلت بالبداية أحلاهم مر، هو أما الهزيمة في ساحات الوطن الواسعة اللي تسعت يوم بعد يوم. نعم. أن تهزم هزيمة نكراء على يد الثوار وتلاقي مصيرها المحتوم الأسود، أو التنازل عن السلطة، الاستسلام. هل لديها هذه الجرأة، يعني أركان هذه العملية السياسية التي جاءت مع المحتل، هل لديها الجرأة بأن تعلن هزيمتها وترحل؟ لا، هو بكلتا الحالتين مثل ما قلت أنا راح يكون مصيرهم حقيقة مصير أسود مدوي، لأنه تعرف جيدا، لذلك هي تتنازع بالنفس الأخير وتحاول جهد الإمكان أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، أو تقلل على الأقل من الخسائر اللي تتوقعها كبيرة جدا ستشمل الجميع. وهناك أفق، الحقيقة أفق مسدود أمامها، وليس أفق الآن، نفق مسدود أظلم، لم يعد هناك في نهاية هذا النفق الأظلم ولو بصيص
ضوء أو بصيص أمل لأن تنقذ نفسها، لأنه إرادة الشعب لا تقهر، وأثبت الشعب العراقي خصوصا في هذه الثورة المباركة أثبت أنه فعلا لا يهزم، وإن يعني اقتطع جزء من الوطن العزيز في شماله وغربه، ولكن أنا على يقين أنه سيأتي يوم قريب وستأتي الساعات القريبة القادمة بمشاركة لم تقتصر على فقط التعاطف وقلوب القلوب المشغولة والمجدودة إلى بغداد وإلى بقية المحافظات الفرات الأوسط والجنوب، وإنما أنا أعتقد سيساهمون أخواننا الكرد وأخواننا في المنطقة الغربية وفي الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار بأشكال مختلفة لم تقتصر مثل ما قلت على التعاطف وعلى المشاركة المادية والدعم المعنوي والدعم الإعلامي، وإنما ممكن أن يلزدون إلى أيضا الساحات مثل ما يقولون المشاركة الفعلية، حتى تكون هناك فعلا ثورة من زاخو إلى الفاو، ثورة عراقية وطنية تطيح بكل الطبقة السياسية الفاسدة القابضة على السلطة في أربيل وفي بغداد وفي كل بقاع الوطن العزيز إن شاء الله. هذا ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر، والشعب العراقي مجدود إلى هؤلاء الشباب اللي هم فعلا رفعت رأس كل العراقيين. إن شاء الله سيكون هذا الرهان رابح دكتور الصراف. سيد علي عزيز الناشط المدني من بغداد، نرحب بك أجمل ترحيب معنا. أهلا وسهلا، أهلا بك. في البدء أستاذ علي نود أن نتعرف عن الوضع الميداني لديكم هذا اليوم في هذه الساعات، كيف هي الأوضاع في ساحة التحرير ومحيطها لهذا اليوم؟ تفضل. الوضع لحد الآن يعني على العموم تقدر تقول هادئ، يعني تتخلل موجات المضارب والقنابل الغازية علينا من جهة جسر الأحرار ومن جهة الشارع الرشيد المحيط بالبنك المركزي، يعني أنت تعرف البنك المركزي متحصنين بقوات مكافحة الشغب وقوات السوات متحصنين داخل البنك المركزي، ظاهر دا يحمون الفلوس البيوت يستعدون يهيئون نفسهم حتى يسرقوها، يعني عملية سقوطهم باتت قريبة جدا. قبل ساعتين من الآن وصل الجاد فادر مالتهم، وصل من أمريكا وزير نائب الرئيس الأمريكي طبعا وصل بعرة مفاجئة وغير معلنة، ونزل بقاعدة عين الأسد، وده نشوف ده نراقب التطورات اللي راح تصير. احنا عندنا حاليا في الميدان تحت التحرير، نريد نشوف ايش راح يصير خلال هالساعات. هذا الوضع، المنتفضين وضع ممتاز، اعدادنا كبيره عكس ما تفوه به من اكاذيب يوم امس الناطق الرسمي لوزاره الداخليه العميد خالد محنه اللي وصف انه اعداد المتظاهرين بالبصره كل العراق 14000. تخيل 14000 احنا فقط في حديقه الامه، تحت نصب التحرير، حديقه الامه فقط وليس ساحه التحرير وليس جبل احد، فقط في حديقه الامه عندنا ما يقارب 10000 منتفض. يعني كيف تتلقون هذه التصريحات سواء من بعض القادة العسكريين في السلطة أو حتى مسؤولين أو برلمانيين، كيف تتلقونها في ساحة التحرير والساحات الأخرى؟ والله طبعا خلي يعني نبتدئ بالقادة اللي وصفتهم أنت بالقادة، يعني لكن أنا ما أصفهم أبد بالقادة لهؤلاء الأشخاص. طبعا هاي مو غريبة علي، يعني يمكن أنت تتذكر سابقا كان المتحدث كان اسمه قاسم عطن، وحتى سموه كذاب بغداد في حينها، واليوم الحمد لله والشكر جانا كذاب بغداد الثاني، واليوم كذاب بغداد الثالث، يعني لواء عميد يعني هاي الرتب اللي شايلها على كتافه لما انتم اخذتوها، هذا مكتوب جمهوري واقسمت اليمين عليه. انت المفروض اليوم غيرتكم الوطنيه تدعوكم الى انه تشكلون قياده من الجيش وتسوون انقلاب على هاي الحكومه اللي انتم تشوفوها شلون تقتل ابناء شعبكم. يعني انتم ما عندكم اخوان، ما عندكم خوات ويانا بالمظاهرات، ما عندكم ابناء، ما عندكم جيران، ما عندكم اصدقاء، زين انتم ما تريدون تخلطون ذكر طيب الابنائكم والاحفادكم حتى من يتكلمون امام الشعب العراقي. الشعب العراقي يقولون والله رحم الله امكم وابوكم، كان ابوكم شخص وطني، يعني حتى الارث، يعني هذا الارث اذا تشوفوه كبير على اولادكم واحفادكم، لهالدرجه العماله اللي تسري بدمكم، يعني انتم ما تشوفون ما تتخيلون راح يجي اليوم اللي نحاكمكم به فردا فردا يا كذابي بغداد،
والله حرام هاي الرتب انتم تحملوها على اكتافكم. مع الاسف انتم وصلتوا سيره وسمعه هذا الجيش العراقي الباسل، هذا الجيش العراقي، شوف هذا الجيش الوطني والقومي اللي يحافظ على دمشق من السقوط بيد الكيان الصهيوني اللي قاتل فلسطين، هذا الجيش البطل الجرار، يعني ما خجلتوا على دمكم؟ بس هذا السؤال اريد اوجهه لكم. نعم، طيب انتقل الى الدكتور حامد الصراف من بغداد الاكاديمي العراقي. دكتور حامد، الصمت المريب الان للمجتمع الدولي، يعني الا يدفع الاجهزه الحكوميه لمزيد من البطش ضد المتظاهرين؟ هذا التعامل، ردود الفعل الدوليه حتى الان؟ لا، هو لو يعني لو تسمح لي اختلف شويه وياك بهذا تفضل جزئية. هو لا يوجد صمت بمعنى الصمت الدولي، هناك خلف الكواليس تدور مداولات ومناقشات، وفي يعني الأمم المتحدة أيضا، وفي حتى الدول الأوروبية اللي لها نفوذ الآن على الساحة العراقية وعلى صعيد الوضع المجمل الشرق الأوسط، هناك الاهتمام أنا أعتقد واضح. الحكومة بدأت تشعر أنه هي بدأت الآن تفقد العلاقات الدبلوماسية اللي بنتها يعني بشكل أو بآخر منذ 2010 نقدر نقول، وفيما بعدها إلى دخول داعش والتحالف الدولي أيضا طبعا، والدور اللي لعبها أيضا في تحرير المحافظات اللي احتلتها داعش. هذه عملية تحتاج وقت حتى تظهر بشكل مباشر. والأخ أيضا أشار إلى أنه زيارة مايك بينس للعراق اليوم بالذات، يعني الزيارة المفاجئة هذه أتصور تحمل في طياتها كثير من الأمور. جائز، أنا ما أقدر أجزم، جائز أنه تحمل بعض المفاجآت في التعامل مع الحكومة العراقية، لأنه أنا ما يعني ليس سرا الآن أنه قضية انتهاكات حقوق الإنسان وبشاعة المواجهة اللي استخدمتها القوات مكافحة الشغب والقوات الأمنية من خلف الميليشيات بأوامر أكيد إيرانية. وهذا ما قصدته كلها... سمحت لي دكتور حامد، هذا ما قصدته، يعني ما يحدث في العراق، هل ترى الرد الدولي حتى الآن من تصريحات المسؤولين عموما في المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى الفاعلة في مجلس الأمن، هل تراها مناسبة لما يحدث من حجم الكارثة في العراق الآن؟ مئات القتلى كما تعلم وآلاف الجرحى حتى الآن. لا بالتأكيد، هو أنا يعني في هذه المسألة متفق أنه كان لازم يكون هناك ردود أفعال قوية جدا منذ يعني سقوط الشهداء الأوائل في الخمسة أيام الأولى اللي شهدت 150 شهيد، يعني أنا ذكرتها 30 شهيد في اليوم كان هاي من بداية الانتفاضة في بداية تشرين الأول. هذه القضية كان فعلا يجب على المجتمع الدولي، ولكن مع وجود مع أن جاءت ردود الأفعال متأخرة نسبيا، لكن كانت ردود أفعال قوية جدا. يعني الأمنستي انترناشنال والهيومن رايتس ووتش أصدرت بيانات قوية جدا، يعني ذكرت فيها قضية حمامات دم. هذه حمامات الدم اللي وصفت بالعملية في العراق، وأيضا المطالبة والمناشدة والإلحاح بشكل متكرر بضرورة إيقافها بسرعة وبشكل فوري. هذه كانت هناك فعلا، معناتها أنه حجم الكارثة اللي يمر بها الشعب العراقي تم تقديرها. ولكن أكيد مجلس الأمن يتحمل جزء من المسؤولية، ممثلة الأمم المتحدة في العراق أيضا قدمت تقرير وقامت بمحاولات، يعني التقت بالمرجعية الدينية والتقت بالحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية والبرلمان إلى آخره للتهيئة للتحضير لحل يتناسب مع حجم الكارثة ومع حجم التضحيات، زائد أيضا يستجيب للمطالب الجوهرية الثائرين. هذه إذا فشلت فمعناها أنه هناك مثل ما ذكرت بالسؤال الأول لحضرتك، هناك تشبث من قبل الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية، الرئاسات الثلاث والطبقة السياسية
الفاسدة القابضة على السلطة هي اللي تتحمل المسؤولية، وإلا الدول بالعالم يعني لما تضغط على الجهات الممثلة للعراق ودبلوماسيا وإنسانيا بالتأكيد لازم أكو استجابة، لأنه الحكومة أنا مثل ما ذكرت أيضا السلطة هي أولى بالحماية حقوق الإنسان العراقي وحقوق أرواح ويعني ممتلكات الناس والممتلكات العامة وتقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى أو تماما تجنبها. يعني ليش أنا أطلع متظاهر سلمي أواجه بقتل وبقنابل مسيلة للدموع قاتلة بكل معنى الكلمة قاتلة؟ فهذه طبعا بالتأكيد تتنافى مع كل شروط أو التزامات أي حكومة بالحفاظ على سلمية التظاهرات، وبالنتيجة أنه يجب هذه هي الفكرة، يجب أن هذه الحكومة تأخذ جزاءها العادل. نعم. إذا كان في محاكم محلية عراقية، وإذا كان أيضا تعرض، وهي عرضت بالمناسبة وأنا هذا مو سر، عرضت الآن ملفات إدانة لمحكمة الجنايات الدولية ومحاكم في أوروبا ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. أنا على اطلاع بهذا الموضوع أنه قدمت من جهات مختلفة عشرات الدعاوى على هذه الطبقة السياسية اللي بيها وثائق كافية ممكن إدانتهم وممكن تقديمهم بالمستقبل، لكن هذا يأخذ وقت ليس بالقصير. إحنا الآن بصدد إنهاء هذا الوضع، إنهاء بشكل نهائي، إسقاط هذا النظام الفاسد العميل، وبالتالي نتيجة أنه الشعب فعلا راح يجد أفق آخر لمحاكمة هذه المرحلة كلها من 2003 لحد هذا اليوم. بالتأكيد يعني سيد علي عزيز، في أقل من 24 ساعة ناشط المدني علي عزيز من بغداد، هناك 12 شهيدا حتى الآن وأيضا عشرات الجرحى، كيف تصف ما يحدث؟ وهل يؤثر ذلك على معنويات الثوار المتظاهرين في الساحات؟ ال 12 شهيد خلال ال 24 ساعة المضت، العدد وصل 13 اليوم، كذلك استشهد عندنا منتفض آخر. إذن هاي معلومة جديدة. نعم صاروا 13 شهيد بالضبط، بالإضافة إلى المستشفيات اللي تغص بالجرحى في عندنا ومن حالات الاختناق، ثلاث مستشفيات اللي هي قريبة. بالإضافة إلى هذا نقطة جدا مهمة أحب أعرج عليها، ترى كثير ناس من المنتفضين الثائرين لما ينضربون ينصابون ترى أحيانا يعني ما يروحون للمستشفى دايركت ويتعالجون عندنا بالساحة بالمفارز الطبية بالوحدات الطبية متطوعين يعني. بالضبط، ويا المتطوعين، فهذا العدد بالتالي ما راح يكون ضمن الإحصائية الرسمية لعدد الجرحى نهائيا، هذا العدد ما راح يكون. هذه الأعداد يعني مثلا احنا الدم العراقي شوف ايش قد رخيصه بنظر الحكومه الفاقده الشرعيه المجرمه هاي القاعده كلمه الفاسد اليوم يعني ما تشفي غنينا من نعبر عنها ونوصفها الحكومه. ولكن هذا ايضا مشكله سيد علي اسمح لي، يعني كيف نستطيع ان نوثق اعداد الشهداء والجرحى، ولا سيما ان بعض الجرحى حالاتهم خطره، يعني حتى الان العدد بالمئات ولكن هي اعداد تقريبيه، يعني بالضبط كم العدد حتى الآن من الشهداء؟ مثلا 400، أكثر من 400، يعني ليس لدينا إحصائية يعني دقيقة لنقول. نعم، إحنا اللي نسوي بالوحدات الميدانية المفارز الطبية اللي دا يصير اللي دا نعالجه مباشرة دا نسجل اسمه ونوثق المعلومات الكاملة، وإحنا كناشطين مدنيين دا نقوم دورنا اللازم بتثبيت كل شيء. اللي نشوفه ونحس انه لا يحتاج علاج مستشفى راح ننقله احنا طبعا يعني لاحقا راح ننقله للمستشفى. هذا اللي يصير لانه اكو حالات تصير، يعني اولا سيارات الاسعاف ما توفي بالغرض، التوك توك ما توفي بالغرض، يعني تعرف انت حتى التوك توك استهدفوه خلال 48 ساعه، حرقوا 8 يعني 8 تكاتك، يعني حرقوها حرق ضربوها ضرب مباشر بهاي الطاقات الخارجة. يعني في اليومين الماضيين ثمانية من عجلات توك توك تم إحراقها. نعم، ثمان عجلات تم إحراقها، ووثقناها يعني وثقناها بالصور وبالفيديو، وثقناها توثيق كامل يعني. هل تستطيع أن تعطينا إحصائية أستاذ علي عن حتى الآن يعني منذ بدء
ثورة في الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي وحتى الآن، ولو إحصائية تقريبية لعدد الشهداء والجرحى حتى الآن؟ عدد الشهداء من 1 تشرين الأول لغاية الآن فاق 500 شهيد. فاق 500 شهيد ما بين بغداد، الفرات الأوسط، عصابات الجنوب، دياب. احنا تعرف عندنا بدياله كذلك صارت مظاهرات بغداد والفرات الأوسط والجنوب. اما اعداد الجرحى، اعداد الجرحى لحد الآن وصل الى 20,000 جريح. 20,000 جريح اعداد جرحى الانتفاضة. وبرغم هذا كله يطلع الناطق باسم الحكومة اللي ما يخجل على دمه، ما يخجل على شيبة راسه، ما يخجل على رتبته، يقول خلال ال 24 ساعة الماضية لم تسجل المستشفيات في بغداد أي حالة وفاة. شوف انتبه، شوف إلى أي مستوى الدم العراقي رخيص والدم العراقي هين على هذه الحكومة. والله هذول المجرمين عندهم استعداد يبيدون نصف الشعب العراقي حتى يكون متشتتين بالسلطة وكراسيهم. فلذلك احنا مستمرين، واحنا نعرف نفسنا انه ما راح يتركوها بسهوله. احنا مستمرين وباقين، والمعركه معركتنا والارض ارضنا، واحنا العراقيين وهم ذول ناس مستوردين، هم مندسين بالجسد العراقي الطاهر، ولا بد ان نزيحهم. وهاي الثوره مستمره حتى النصر، صدقني. يعني من هنا استاذ الصراف دكتور حامد، يعني برايك هل ستنجح هذه الاساليب القمعيه في كبح جماح التظاهرات والناشطين؟ يعني حدثنا قبل قليل الأخ علي عن عدد تقريبي أكثر من 500 شهيد حتى الآن، وربما 20,000 جريح، هذا بحسب إحصاءات الناشطين في بغداد لعموم الساحات. يعني هذا ربما لا يحدث في أي منطقة في العالم بهذا الوقت القصير، والتظاهرات كما تعلم حتى الآن تظاهرات سلمية وتقابل بكل هذا العنف. فكيف يعني هل تعتقد أن هذه الإجراءات القمعية يعني ستنجح في إخماد هذه الثورة؟ لا بالتأكيد طبعا، لا، الفشل بالإجراءات الأولى للأيام الأولى من 1 تشرين أول لحد ما توقفت نتيجة انشغال البلد بزيارة الأربعينية، يعني كانت الأيام الأولى تثبت بشكل لا يدع مجال للشك بأنه هؤلاء خائفون، مرعوبون من أنه أي تمدد للانتفاضة. وكانت بالتأكيد مثل ما شفناها في بغداد بالبداية، وامتدت إلى الناصرية إلى الفرات الأوسط، وكان شيئا فشيئا تزداد رغم وجود عدد كبير من الشهداء منذ البداية وعدد كبير من الجرحى. وبالعكس اللي حدث هو ازدياد بالتحدي، تحدي الشباب، حافز كبير صار عند البعض، حتى اللي كان بعيد ينظر إلى الانتفاضة من باب إيقافها أو كف الشباب عن التحدي هذا. لكنه أنا أتابع الأمور عن كثب طبعا مع أصدقائي وباللقاءات وبالهذه، حتى صدقني اللي العوائل اللي كانت خائفة وكانت مرعوبة من بطش هذا النظام الآن بدأت تنزل، ليس الآن باليوم، يعني أنا منذ وقت طويل بدأت تنزل إلى ساحة التحرير وبالمحافظات، ساحة الحبوبي وغيرها من ساحات البصرة والنجف وكربلاء والناصرية وغيرها، ينزلون عوائل ونساء. أيضا نسبة النساء غير قليلة الآن، نسبة الطلبة زادت، نسبة المحامين، نقابات المهنية. طبعا هذا الاتساع برقعة ونوعية المشاركة دليل قاطع على أنه عمليات أو أسلوب البطش هذا لم ينفع بالتأكيد. ولكن ربما السلطات الحكومية، وقد سمعتها حتما، تراهن يعني على عامل الوقت والفتور والملل مع الوقت، بأن هناك من يقول أن عامل الوقت سيصب بصالح يعني المتظاهرين على العكس. كيف ترى ذلك؟ لا، هو ايضا هذا عامل يلعب دور تماما
معاكس لما هي تتوقعه. وأجيب لك مثال بسيط اللي دي يحدث على كل ساحات الوطن المفتوحة، هو زيادة اللحمة، زيادة الروح الوطنية عند العراقيين. نعم. زيادة روح التضامن عند العراقيين. الآن عوائل ونساء وأطفال دي يتعاطفون، الروح الوطنية ظهرت بشكل جلي واضح الآن خلال هذه الانتفاضة. هذه ثورة، هذه ثورة تاريخية مثل ما أنا شبهتها، هذه الثورة الثانية في تاريخ العراق الحديث بعد ثورة العشرين. وأكو فروق أيضا، أكو ميزات كثيرة تميز هذه الثورة، أنه هذه الثورة بها شباب، بها طلبة، بها مهنيين، بها نساء أيضا. نعم. هذه ميزة. الميزة الثانية، خلي أضيف لك نقطة مهمة جوهرية الآن إذا تسمح لي. تفضل. أقول لك شيء مهم، الثورة هذه على عكس ما الطبقة السياسية تريد من أنه تجمع وتتغلب على تناقضاتها وخلافاتها، الآن زادت بتآكلها. الآن الطبقة السياسية تتعرض إلى حالة من التآكل الذاتي، من الصراعات، ظهر بجلي أيضا في اجتماع الحكيم، في بيت الحكيم، مع 12 كتلة وتجمع يشترك بالسلطة ويشترك بالبرلمان، سمي بميثاق الشرف يعني. بميثاق الشرف. طلع هذا ميثاق لا شرف بشكل واضح، حرق في ساحة التحرير، وهم أيضا ما أن خرجوا من الاجتماع حتى بدأت التناقضات والخلافات والصراعات، كل يعزف على ليلاه مثل ما يقولون، كل يغني موال خاص إليه، وكل واحد صرح بطريقة مختلفة عن الآخر، وبالنتيجة أنه فشل الميثاق باعترافهم هم كلهم، من العبادي إلى الحكيم إلى الآخرين، إلى حتى الكرد، يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب أوك واليكتي مثل ما سميهم احنا. إذن القضية ما لم تعد قضية اتفاق أو استمرار، هم الآن بدأوا يتآكلون، الآن بدأوا هم يهربون بطريقة يعني مختلفة عن الآخر، باتجاهات مختلفة، كل من يريد ينفذ بجلده مثل ما نقول بالعراقي، لكنه بدون جدوى. لأنه أنا أقول لك بصراحة، الشعب العراقي عرف حقيقة الوضع، هو كان عنده تراكم كمي نسميه، هذا التراكم الكمي من المعلومات ومن المعاناة ومن المآسي اللي عاشها من 2003 لحد هذا اليوم، انفجرت وولدت شيء نوعي. الآن الشيء النوعي هو هذا الثورة، والثورة ما راح تتوقف حتى ولو انتصرت. أنا أقول لك إياها بكل صراحة، حققت الانتصار، وإجت طبقة سياسية جديدة وطنية من الشباب ومن الكوادر والكفاءات الوطنية، لم تترك هؤلاء يذهبون إلى سبيل مثل ما يقولون آمن، لا، يجب أن يحاكموا، وهم يعرفون هذه هي النهاية اللي تخيفهم الآن. نهايتهم السوداء هي مبعث خوف شديد الآن، مو تمسك بالسلطة فقط، لا، هم تمسكهم بالسلطة يبرر قضية مخاوفهم الحقيقية من هذا المصير الأسود اللي ينتظرهم. وهذا دائما أقولها، ولذلك احنا لازم نشد مثل ما يقولون عزمنا أن نستمر إلى نهايتهم، ونهايتهم ما أعتقد الطول كثيرا، قريبة جدا إن شاء الله بحيل الله، وكل وشوف مصيرهم شلون يكون، بمحاكمة عادلة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي أيضا. نعم. سيد علي عزيز، يعني تحدثنا عن حشود المتظاهرين، وهناك حشود يعني قدمت من باقي المحافظات إلى بغداد، ما الغاية من هذه الخطوة؟ ما الذي تمثله لكم؟ حشود المحافظات الباقية هي بلشت بالحضور إلى بغداد منذ 10 يوم أمس طبعاً، ومما دفع الحكومة العراقية إلى حالة من الهستيريا، حتى أن وصل بها الحال منتصف ليل أمس قرروا يغلقون مداخل بغداد، يعني صباح غد تغلق مداخل بغداد، هذا بقرار حكومي. هذا يوم أمس صدر القرار، حتى لا يظل استمرار تدفق المنتفضين من المحافظات. عندنا جوينا من الناصرية، وصلنا من الكوت، وصلنا من كربلاء ومن بابل والديوانية. احنا الحشود عندنا الآن، الحشود المتظاهرين بالعراق اللي هي قلت لك من بغداد إلى الجنوب، اليوم هاي حشود نعتبرها حشود رقم ألف، هاي الحشود التعبوية. وعندنا الحشود رقم باء اللي احنا بعدنا ما أعلنها عنها، اللي راح تكون متواجدة خلال يومين إلى ثلاثة أيام أمام مقر الأمم المتحدة
في جنيف بعد أن توجهت دعوة لمجموعة من الأبطال العراقيين ليوصلون صوت المتظاهرين والمنتفضين كي تسمع الأمم المتحدة لثلاثة أيام متتالية. ونحن الآن نحشد هذا الحدث الكبير، ونحب أن نفرح الأخوان العراقيين أنه كثير من العراقيين الوطنيين اللي موجودين خارج العراق في أوروبا ساهموا مساهمة فاعلة بدعمنا، وراح يوصلون أنه أمام مقر الأمم المتحدة، وراح يجيبون ما يقدرون يوفرون إياه من عدد من الناس حتى يغطون هذا الشيء، وتصلنا بكثير إعلاميين إحنا حتى نغطي هذا الشيء. إحنا اليوم بنناظر على كل الساحات، الحكومة يمكن اليوم راح تتهمنا تقول إحنا بنتصل وبنتخابر مع العالم الخارج. هذا الشيء هذه التهمة جاهزة بأن هناك تآمر من بعض الدول، ويعني قيلت هذه التهمة منذ بداية الثورة كما تعلم، بأنكم تابعون لفلان دولة أو لكيان صهيوني أو إسرائيل وما إلى ذلك. والله هي إحنا نعرف نفسنا كل زين، نعرف نفسنا إحنا عراقيين، ونعرف نفسنا هذا اللي نسوي هو انتفاضة من أجل مستقبل أطفالنا، من أجل مستقبل أحفادنا. هم الناس هذول يعني ناس هم أصلا عايشين كانوا بالخارج، فهاي إحنا دائما نقولها يعني ماكو داعي نزيدها عليهم. هذول ولد المخابرات البريطانية، ولد المخابرات الأمريكية والإيرانية، هذول يعني هذول هذا الكلام ما ينفع يعني بالنسبة لنا. فإحنا من خلال هذا المنبر ومن خلال قناتكم إحنا الآن حشدنا شيوخ عشائر، أمراء طوائف، من الناس اللي عليهم الاعتماد بهذا البلد، من الناس الأبطال الوطنيين راح يلتحقون بينا بجنيف، من أكثر من مدينة من أوروبا، عندنا من ألمانيا، من بلجيكا، من النمسا، من إنجلترا، عندنا من تركيا، وهذول من مختلف الطوائف طبعاً. انتبه، الكراد موجودين راح يكونون، كشعبنا الكردي، العرب موجودين، كشيعته كسنته، الطوائف الأخرى، المسيحيين، اليزيديين كذلك راح يكونون موجودين وبتمثيل قوي جدا. احنا اليوم نحارب الحكومة العميلة اللي سرقت ونهبت ثروات البلد وسرقت حتى الحلم من عندنا. احنا نحاربها بطريقتنا السلمية وبصوتنا العالي، وهذا مهم سيد علي، يعني أن يكون هناك تنسيق مع مواطني الخارج، هذا مهم جدا بالضغط الدولي. وكما تعلم الآن بدأ المجتمع الدولي يتحرك نوعا ما، حتى وسائل الإعلام الأجنبية ربما تصلكم بعض التقارير، بدأت يعني تتناول هذه القضية المهمة في ثورة تشرين، وتضغط اليوم حتى تصريح وزارة الخارجية الفرنسية يعني يدعم هذه الثورة، ويلقي باللائم على أمريكا بسياستها التي يعني مكنت هؤلاء من يعني من السيطرة على مقدرات العراق. يعني تعولون على هذا الدعم من مواطني الخارج أيضا سيد علي؟ طبعا هذا دعم معنوي جدا قوي. نعم معنوي، هم دول عراقيين، ناس عراقيين كلهم دول. احنا اليوم ما متصلين بشخص اجنبي وبشخص كذا، متصلين بناسنا العراقيين اللي غيرتهم على وطنهم وقلبهم على وطنهم، اللي اكلوا من خيره وشربوا من مي دجله ومن مي فراته، مو من هذول، مو مثل هذول الحكومه اللي تحكمنا. والله العظيم حتى خبزنا وملحنا في العراق حرام بطونهم لان ما يغزر بعينهم. طبعا احنا اليوم ناخذ الدعم اللوجستي والمعنوي من كل عراقي شريف وغيور خارج البلد حتى يساهم ويانا من أجل أن نوصل صوتنا للأمم المتحدة، واللي راح يتصدى بهذا المنبر شخص كفوء جدا من خيرة الأشخاص الوطنيين، مثقف بدرجة عالية جدا، يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، وحضرنا الفيديوهات وحضرنا الصور اللي توثق جرائم هاي الحكومة بحق الشعب العراقي، وراح نعرضها كلها وراح نعريهم امام المجتمع الدولي وامام الراي العام. وقلت لك احنا بيساندونا كثير ناس وطنيين، امراء طوائف، شيوخ قبائل كبيره موجودين، وراح يجون وراح يتعنون من بلد الى بلد حتى يجون ويساندونا. وحضرنا كذلك الان فيلق اعلامي كامل من الاعلاميين والصحفيين الابطال الوطنيين الاحرار كذلك. هذا الشيء امنا انه
قيادة الإعلاميين المخضرمين العراقيين الموجودين. نعم. فإحنا الآن إحنا بساحة حرب مع هذه الحكومة، يعني إحنا عندنا شعار واحد هو إما النصر أو النصر. نعم. إذن دكتور حامد صراف، الجهود يعني مستنفرة في شتى الميادين في الداخل والخارج، وكما ذكر سيد علي عزيز هذا هناك تنسيق وجهد، وأنتم أيضا ذكرتم دكتور حامد صراف بأن هناك جهد يعني مبذول حاليا لمساندة ودعم المتظاهرين في الداخل. هل لديكم معلومات عن هذا الحراك في الخارج لدعم المتظاهرين، متظاهري ثورة تشرين حتى الآن؟ شوف، خلي نتكلم عن مبدأ. نعم. في العالم وفي العلاقات الدولية، الدول الكبرى خصوصا القوى الدولية الكبرى في أمريكا الشمالية وفي أوروبا وحتى الأمم المتحدة لا تأتي على طرف تتضامن مع فقط من الجانب الإنساني وجانب حقوق الإنسان أو جانب الـ يعني مثل ما يقول إحنا القوانين الدولية. نعم. اللي تنص عليها حتى منظمات حقوق الإنسان، بقدر ما أيضا ترضخ. شوف، هاي المنظمات تفهم لغة اسمها لغة القوة، الشعب القوي الحي الذي يصر على انتزاع حقوقه من أيادي سلطة غاشمة قمعية عميلة، هذا يلفت انتباه كل منظمات المجتمع المدني. نعم. في العالم، في الداخل وفي العالم. نعم. وأيضا بالنتيجة تنتقل هذه الصورة الحقيقية لشباب هذا البلد، اللي شبابنا تدري أنت يشكلون الغالبية العظمى من نسبة سكان العراق. نعم. هذا الزخم الكبير لابد أنه ترضخ إلى هذه الدول الكبرى، وترضخ إلى أيضا منظمة الأمم المتحدة. وبالنتيجة لما أشوف الحكومة ضعيفة بأخطائها وبأساليب قمعها وبأهدافها فقط للتشبث بالسلطة والبقاء بالحكم، هذه تفقد أيضا مشروعيتها، تفقد أيضا علاقتها الدبلوماسية اللي تقنع، المفروض تقنع أي دولة بالأسلوب لحل مشاكل هذا البلد اللي الآن أصبحت مزمنة، أصبحت الآن معقدة مركبة. مشاكل بلدنا تتحملها هاي الطبقة السياسية الفاسدة منذ 2003 لحد الآن، بنظام المحاصصة المقيتة، بالفساد، بالتهميش، بالقتل على الهوية، بالصراعات الاجتماعية اللي حثت، بسقوط المدن بدخول داعش، والانتهاكات الفظة اللي موجودة بتدخلات الدول الإقليمية. هذه كلها أثبتت للعالم أن هذه السلطة غير مؤهلة للاستمرار بالحكم، هذا الطبقة السياسية انتهت. نعم. انتهت. لذلك الشعب العراقي صدقني لولا ثورته هذه الثورة المباركة لما كان انتبهوا العالم الآن. وأنا أيضا عندي علاقات يتصلون بي من أمريكا ومن أوروبا أصدقاء، ومن الجامعة أيضا لأنه عندي زملاء الآن خارج العراق هم يكملون دراساتهم إذا كان ماجستير وإذا كان أيضا عندهم إفادات معينة. صدقني هذول كل الشباب من مختلف الاتجاهات الآن مرتبطين وجدانيا بالعراق، منهم مسيحيين ومنهم صابئة ومنهم كوادر، بغض النظر عن الطائفة اللي ينتمون إلها وبغض النظر عن القومية، كلهم الآن أصبحوا يفتخرون بالعراقيين بثورتهم. لذلك أنا أؤكد على أنه هذه الثورة أعادت اللحمة للعراقيين إذا كان موجودين بالداخل وإذا في خارج العراق. لننتقل دكتور حامد إلى التعامل الحكومي، يعني كيف تصفه الحكومة؟ أحيانا في بعض التصريحات أو السلطات الحكومية عموما تنفي مرة، تبرر أو تسوغ مرة أخرى لأعمال قتل المتظاهرين، يعني هذا التخبط في التصريحات على ما يدل؟ يدل على ضعف وعلى هزيمة، على أزمة تعيشها هذه السلطة، هذه الطبقة السياسية الفاسدة. لما يقولون أكو طرف ثالث، نعم. من هو الطرف الثالث؟ من هو المسؤول عن كشف الطرف الثالث؟ ومن المسؤول عن دخول الطرف الثالث؟
هاي الأسلحة اللي أثبتها على أساس وزير الدفاع بأنه هذه أسلحة لن تستورد من قبل لا وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية ولا الأجهزة الأمنية. إذا من استورد، من جاب، من جلب هذه الأسلحة إلى داخل العراق وقتل أبناء الشعب؟ من المسؤول عن يعني فرض الرقابة الصارمة على دخول أو التسيب اللي موجود؟ ما هو إحنا أيضا واحدة من الشروط اللي فرضناها منذ البداية كمدنيين، وأنا دائما في الجامعة أؤكد على أن الميليشيات وجودها هو القنبلة الموقوتة التي تهز الأمن واستقرار البلد. هاي الميليشيات يجب أن تحل، يجب أن يعاد هيكلة الحشد الشعبي. هذه منذ البداية، منذ سنين، منذ 2014 إحنا حتى ولو دخلت داعش وكذا، لكنه لما تحررت المحافظات بقوة التحالف الدولي والحشد والقوات المسلحة النظامية العراقية والشرطة الاتحادية والمحلية انتهت. يجب أن يعاد الآن ترتيب قضية السلاح، يجب أن يكون السلاح بيد السلطة، يجب أن يكون السلاح بيد الحكومة فقط بأجهزتها الأمنية، وليس سلاحا مبعثرا منتشرا، حتى السلاح المتوسط والسلاح الثقيل. لذلك أنا أقول وأكرر الآن أنه هذا الدخول للأسلحة والتبريرات، هذه تبريرات واهية كاذبة، كأنها هي فعلا يعني قبيحة بقبح الجرائم اللي ترتكب الآن، لأنه لا يوجد شخص الآن، حتى الطفل ما يصدق أنه هذه الأسلحة تدخل بهذا الشكل الفوضوي في العراق دون أن يكون هناك لا حسيب ولا رقيب على ما يحدث الآن من قتل جماعي وإبادة جماعية بأسلحة لا تعلم بها السلطات الحكومية، لا الدفاع ولا الشرطة ولا الأمن الوطني، بما يحدث الآن من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد قتلة وقناصين ما ينعرف الآن لحد الآن لا هويتهم ولا انتماءاتهم. سيد علي عزيز الناشط المدني من بغداد، يعني هناك صدى واسع للرفض ناله اجتماع عبد المهدي مع شيوخ العشائر، هل تحاول برأيك السلطات الحكومية شراء الذمم بهذه المحاولات؟ والله يا أخي والله العظيم هذا اجتماع طبعا من شيوخ العشائر، احنا نشرنا الصور الكاملة وبالاسماء لكل الحضور اللي اجوا. يعني انا اعطيك واحدة من المفارقات، هذا الاجتماع اللي صارت في، يعني اتمنى لو عندي كان سكايبي حتى يعني ارفع لك الصوره اراك اياها تنشرها. يعني اكو شيخين من الحضور، شيخين من الحضور، يعني هذول الشيوخ الاثنين، واحد مدير مكتب التيار الصدري بمدينه الصدر، والثاني هو نسيبه هو الثاني نسيبه، وقاعدين واحد بفصل له، وانت تسير على هالمستوى هذا وانت قيس. هذول مو شيوخ اخي، هذول ما يمثلون عشائر نهائيا، جابهم هم وين العشائر، وين العشائر العربيه الاصيله كلها تبرت من هذا الموقف، تبرت من هذا الاجتماع، والعشائر العربيه الاصيله ترى اولادهم هم دا يدعموهم، شيوخهم دا يدعموهم، شيوخهم دا يعني حتى الشيخ اللي ما دا يقدر ينزل دا يدز الاكل ودا يدز الادويه ودا يدز المشروبات الغازيه والمياه والعلاج والصمادات والصمادات، دا يدزون الغاز. يا اخي انت تعرف احنا اليوم احنا يعني بالنسبه قبل كم دقيقه بحديثك كنت قلت الحكومه مراهنه على الوقت وبالمماطله ويانا حتى تكسب الوقت، وبالتالي يبتدي يجينا الشتاء وتمطر الدنيا علينا. يا اخي انت تعرف احنا حاليا بدنا نشتري الاف الاطوال من النايلون المسمع حتى نسوي لنا مخيمات من النايلون. تعرف انت حضرتك الان احنا مشترين اكثر من 40 طن من فحم الكواء حتى نتدفع عليه بساحة التحرير ليالي الشتاء القارض حتى نطبخ عليه. شوف احنا لأي درجة حذرين، حتى الصوانات الغاز ما عدنا نقبل انه تدخل للساحة ونطبخ على الغاز، ليكون يجي شخص مندس ويفجر الصوانة والسرسارة تعدي. احنا اخذنا كل احتياطاتنا، احنا الان بنينا دولة مصغرة تحت التحرير، دولة احنا بنينا دولة مصغرة. شوف هم عندهم كل هالجهود والامكانيات وعزوا ان يبنون دوله صار لهم 16 سنه ابطال بس بالنهب والقتل والسلب والخطف والتعذيب. والله العظيم عندنا ناس يساعدونا، والله العظيم يا سيدي عندنا ناس يساعدونا من وسط بغداد، تجار كبار معروفين محترمين، ومن اهالي الفرات الاوسط الابطال، من اهالي جنوب الابطال، وفيهم ناس اسياد كذلك. والله العظيم لو تعرف الدعم اللي يوفرون لنا اياه شنو هو؟
احنا الان مثل ما نحتاج الدعم اللوجستي اللي تحدثنا عنه. طيب سأعود اليك سيد علي، ولكن دعني اخذ راي الدكتور حامد صراف بالخبر العاجل اسفل الشاشه. يعني وكالة فرانس بريس ذكرت بانه نائب الرئيس الامريكي مايك بينس اكتفى باتصال هاتفي مع عادل عبد المهدي ولن يلتقي بمسؤولين سياسيين في اثناء زيارته الى العراق. ما معنى ذلك دكتور حامد؟ واضح مثل ما قلت لك، هو انه القوة يعني الدول الكبرى بدأت تنظر لهذه الحكومة نظرة دونية بصراحة بالتعبير الشعبي. يعني هذه الحكومة يعني أصبحت لا تمثل إرادة الشعب العراقي، وزيارته هو لأي مكان الآن، دخوله لأي بقعة من أرض العراق دون الالتفات إلى هذه الحكومة ودون استقبال رسمي أو دون حتى الاهتمام بوجود هذه الحكومة، هذا دليل قاطع على أنه القوى الكبرى إذا كان أمريكا وإذا كان دول أوروبية وإذا كان حتى الأمم المتحدة الآن بدأت تنظر إلى هذه الحكومة دون النظر إلى ما كانت تمثل الحكومات السابقة. أيضا بدأت تفقد يعني مثل ما يقول تمثيلها الحقيقي للشعب العراقي. هاي وحدة، هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية هي لما يكتفي بالتليفون فقط، أنا أقول لك شنو التليفون، أنا أتوقع يعني أنه هناك أشبه بالأوامر، أشبه بالنقد، النقد موجه بشكل واضح أنه أنتم تماديتم بقمع الشعب العراقي، وهذا حد نهائي فاصل بين ما فعلتم وما سنفعله نحن خلال الساعات أو الأيام القادمة. هذا باختصار شديد أعتقد هو هذا، والساعات القادمة كفيلة بأن تكشف حقائق لا تمد عقباها على الحكومة. ولكن هناك أيضا بالمقابل أكيد أكو تأييد لتوجه ومطالب الثوار في ساحات الوطن المفتوحة. إذن سيد علي عزيز، يعني في الدقائق الأخيرة برأيك إلى أين تتجه هذه الثورة، ثورة تشرين؟ والله العظيم صدقني يا سيدي، وأقسم لك بشرف العراق وبأرض العراق وبدمنا اللي نزفناه على ساحة التحرير، أنا من الآن ومن هذه اللحظة أدعو كل العراقيين إلى التهيؤ والتأهب للاحتفال بالنصر والتحرير القريب العاجل جدا، وأدعو كل العراقيين المغتربين خارج العراق التهيؤ للعودة إلى بغداد. بغدادكم تناديكم، بغدادكم تحتاجكم، نريدكم أن تشاركوننا فرحة التحرر والنصر. النصر قريب جدا جدا جدا، صدقني يا سيد. إذن ما دكتور حامد، يعني واضح أن هذه التظاهرات أيضا أخذت منحا وطنيا بحتا كما تفضلتم أيضا في أثناء هذا اللقاء. كيف سيؤثر في المتظاهرين، يعني شيوخ عشائر أو خطابات دينية أيضا يعني تبثها الحكومة تحاول تأثير ربما، ما غاية الحكومة من هذه الخطوات برأيك؟ لا، هو أنا شوية أختلف أيضا في هذه أيضا الجزئية. يعني الآن لم تعد تسمى احتجاجات أو تظاهرات أو انتفاضة أو اعتصامات، لا، الآن يعني شروط الثورة توفرت كاملة فيها، وإنجازات الثورة سوف تتوفر فيها إن شاء الله خلال الساعات أو الأيام القادمة. شروط الثورة هي النصر المؤزر، أن لما تنتصر الثورة معناتها إحنا راح نبدأ مرحلة جديدة، مرحلة مختلفة عن المرحلة السابقة، طبقة سياسية انتهت، نظام سياسي محاصصاتي وفاسد. يعني تقول كما قال الأخ علي قبل قليل، انتهت الآن هذه المرحلة وعلينا أن نحتفل بالنصر من الآن. بالضبط بالضبط بالضبط. لذلك البرنامج، ترى أيضا أنا أضيف إذا يسمح الوقت بثواني، البرنامج هذه الثورة أيضا موجود وسوف ينفذ بكامل تفاصيله، وهي تشكيل حكومة انتقالية ثم التهيئة لانتخابات مبكرة عادلة حرة ونزيهة، ومن ثم الوطن يأخذ حقه على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. العراق سوف يعود إلى المحافل الدولية بقوة متناهية أكثر مما يتصور أي فرد بالعالم الآن.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور حامد الصراف الأكاديمي العراقي، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كذلك أشكر ضيفي أيضا من بغداد الناشط علي عزيز، شكرا جزيلا لك أستاذ علي، وشكره موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله وحفظه.